مباراة قد تحمل بين ضياتها تحولات كبيرة في شكل المجموعة، بين منتخب خرج بالعلامة الكاملة في خرجته الأولى وآخر اكتفى بالتعادل بعد أن كان قادرا على حسم المباراة في الشوط الأول. ناهيك عن تاريخ المواجهات بينهما والذي يحمل هو الآخر تقلبات كثيرة. نبدأ بالمنتخب الجزائري، فبعد نكسة الكون الأخير بالكاميرون بالإضافة إلى إقصائه المرة في المباراة الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر 2022، يريد أن يثأر لنفسه على الأراضي الإيفوارية وتكرار إنجاز 2019 حين فاز بلقبه القاري الثاني على الأراضي المصرية. ولكن خرجته الأولى لم تكن موفقة بعد تعادل مخيب أمام أنغولا، رغم أن زملاء رياض محرز كانوا قادرين على إنهاء المواجهة لصالحهم بعد السيطرة بالطول والعرض على المنافس في الشوط الأول. ولكن في الشوط الثاني شاهدنا تراجع رهيب لأشبال جمال بالماضية، الأمر الذي جعل الأنغوليين يعودون في النتيجة قبل أن يتمكنوا من المحافظة على التعادل الذي كان بطعم الفوز. المنتخب الجزائري سيكون في مواجهة قوية أمام متصدر المجموعة منتخب بوركينا فاسو الذي فاز على موريتانيا بشق الأنفس. بعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة سجلها اللاعب برنارد تروي، وهي النتيجة التي ستجعل أشبال المدرب الفرنسي بيلود يدخلون المواجهة بمعنويات مرتفعة. وحتى عامل التوقيت قد يصب لصالح الخيول البوركينابية، لأن المباراة ستلعب الساعة 3 زوالا. لننتظر كيف سيتعامل جمال بالماضي مع هذه الأوضاع. فيما يخص تاريخ المواجهات بين الجزائر وبوركينا فاسو، فيملك المنتخبان 12 مواجهة بين ودية ورسمية. هذا الفوز للجزائر في 4 مناسبات، وهو نفس الرقم للبوركينابيين، وانتهت النتيجة بالتعادل في 4 مباريات كذلك. فأول لقاء رسمي يعود لسنة 1996 في دوري المجموعات لكأس أمم إفريقيا التي أقيمت آنذاك في جنوب إفريقيا، وانتهت المواجهة بفوز الجزائر 2-1 لتثأر بوركينا فاسو في كان 1998 الذي أقيم على أرضها، حين انتهت المواجهة 2-1 لصالح البلد المضيف. وفي تصفية كان 2000 تقابل المنتخبان ذهابا وإيابا، حيث انتهت مباراة الذهاب بالجزائر بالتعادل السلبي 0-0. أما العودة فأدى الفوز لبوركينا فاسو بهدف دون رد، لنكون على موعد مع عدة مباريات ودية بين المنتخبين. الأولى كانت في 9 أفريل 2005 وعاد الفوز للجزائر بثلاثية نظيفة، أما الثانية فكانت سنة 2006 وانتهت بالتعادل السلبي، لتكون المواجهة الودية الثالثة في نفس السنة وانتهت لصالح البوركينابيين 2-1. أما المباراة الودية الأخيرة التي جمعت بينهما فكانت سنة 2013 وفازت الجزائر بهدفين مقابل هدف. بعد سلسلة المباريات الودية بين الجزائر وبوركينا فاسو، دخل المنتخبان في سلسلة من المواجهات الرسمية، لعل أبرزها المباراة الفاصلة الخاصة بكأس العالم 2014 والتي أقيمت ذهابا وإيابا. مباراة الذهاب عاد فيها الفوز لبوركينا فاسو ب3-2، أما العودة فتمكن زملاء مجيد بوغرة من الفوز بهدف نظيف الذي مكن الجزائر من بلوغ المونديال في مباراة ستبقى في الذاكرة. أما آخر مواجهة جمعت الجزائر وبوركينا فاسو فكانت ذهابا وإيابا في تصفية مونديال قطر 2022، أين انتهت مباراة الذهاب في بوركينا فاسو بالتعادل هدف مقابل هدف، أما العودة فكانت متعادلة كذلك ولكن بهدفين في كل شبكة. بوركينا فاسو سجلت 13 هدفا في مرمى الجزائر، أما المنتخب الجزائري فوصل لشباك البوركينابيين في 16 مناسبة. فيا ترى كيف سيكون مصير المواجهة القادمة بين المنتخبين والتي سيدخل فيها البوركينابيون من أجل التأكيد، أما الخضر فبهدف التدارك.